نجاح كبير حققته الفنانة الشابة طارة عماد من خلال مسلسلها التلفزيوني لمع القط مع الفنان محمد عادل إمام. كاميرا الجولة الفنية قابلت الفنانة طارة عماد في لقاء حصري للبرنامج، وفي البداية كلمتنا عن تجربتها في المسلسل. المسلسل أنا أول ما قريت السكريبت الصراحة عجبني قوي دوري بالذات، وعجبني المسلسل ككل. ومسلسل كوميدي على دراما خفيف بس حلو، يعني أنا متحمسة إن الناس تشوفه ومتحمسة أسمع آراء الناس في مسلسل ككل وفي دوري أنا كمان. ودوري أنا مختلف قوي، أنا بشتغل في مدرسة وشكلي مختلف وطريقة كلامي مختلفة، متحمسة أشوف ردود الناس. منافسة محمسة جدا، يعني أنا مبسوطة، بس مبسوطة كمان إن يعني غير رمضان في مسلسلات كتيرة قوي اتعملت بره الموسم. هي طبعا مش بنفس الكمية، بس الناس بتحاول إن هي تطلع بره موسم رمضان، يبقى الموسم هو السنة كلها، إن أنت على مدار السنة يبقى في مسلسلات حلوة قوي وإنتاج حلو قوي وممثلين أنت بتحبهم تحب إن أنت تتفرج عليهم. رغم ان طارة عماد عمرها الفني صغير، الا انها قدرت تقدم عدد مختلف من الشخصيات الفنيه. وطبعا سالناها ايه الشخصيه اللي بتحلم تقدمها في الفتره الجايه. تعالوا نشوف قالت ايه عن هذا الموضوع. نفسي اقدم حاجه بقى، ممكن تكون واحده طالعه من مستشفى مجانين مثلا ولا حاجه كده، يعني حاجه بقى تبقى فيها مذاكره من نوع مختلف. يعني انا كان نفسي صراحه جنب الزعيم، كان نفسي اقف قدام عمر الشريف الله يرحمه، كان نفسي. وفي بقى كذا حد دلوقتي انا نفسي امثل معاه، يعني في كريم عبد العزيز من الناس انا بحب اتابع حاجتها قوي، وفي احمد السقا، في بحب منى زكي قوي، نيلي، يعني في كذا حد احب ان انا امثل معاه. كتير من المشاهدين ما يعرفوش ازاي بدات طارة عماد مشوارها الفني. في لقائنا معاها عرفتنا ازاي ابتدت لقائها وكمان بدايتها، وعرفنا منها تفاصيل عن حياتها الخاصه، مواصفات كمان فتى احلامها. تعالوا نشوف كل ده. انا يعني ابتديت مودرنج فعلا، وكنت عملت عروض ازياء كتيره قوي، وعملت حاجات فوتوشوت مجلات هنا في مصر وبره مصر في كذا دوله. وبس انا قبل ده اصلا ابتديت اعلانات، يعني انا من لما كان عندي 8 او 9 سنين ابتديت اعمل اعلانات، فده كان دخولي يعني لعالم التلفزيون بقى والمجلات والحاجات دي كلها. لسه شويه حلوين، لا مفيش وقت للحب، بس لا لسه شويه حلوين. كذا حد بيقعد يقول لي هتتجوزي امتى، مفيش حاجه قريب، اقول لهم لا يعني الصراحه مفيش وقت. الاقي وقت منين يعني؟ هو اخري جامعه تصوير، يعني لسه صغيره شويه على الحاجات دي. الرجل المثالي بالنسبه لي ان هو يكون حد بيشجع مراته على ان هي تحقق احلامها وتكون شخص احسن وكده.